بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة هتبقى أتكلم عن الـ Optimal Lead Implantation and Extraction. المحاضرة بتاعت النهاردة الغرض منها ثلاث حاجات. الصوت واضح؟ طيب، الغرض من المحاضرة النهاردة ثلاث حاجات. أول حاجة إنها تكون مفهومة وتوصل معلومات كويسة نستفيد بيها. رقم اتنين، تمام، إنها تكون سهلة ما تضايقناش. رقم ثلاثة انها تخلص بسرعة عشان نتفرج على الماتش. طيب، الكلام اللي احنا هنتكلمه النهاردة عن الليد امبلانتيشن اند اكستراكشن. كل معظم الكلام بتاعنا مستقى من اخر كونسنسز للاهرة، واخر كونسنسز للاهرة نازلة سنة 2018 عن الاكستراكشن و2021 عن الامبلانتيشن. هنبتدي الكلام عن الامبلانتيشن. قبل ما نيجي، يعني المحاضرة بتاعتنا هتشمل رقم واحد pre-operative preparation للعيان، رقم اتنين ايه هي الانفيرومنت المفروض نشتغل فيها، رقم ثلاثة مين هم المفروض يشتغلوا في الامبلانتيشن، رقم اربعة specific operative steps، رقم خمسة البوست operative management المفروض تتعب. قبل ما نركب العيان بيس ميكر لازم نكون متأكدين تماماً من الانديكيشن وريفولويت الانديكيشن قبل العملية. رقم اتنين لازم يكون عندنا فول الميديكال هيستوري العيان، أخباره إيه، سكره أخباره إيه، ضغطه أخباره إيه، عنده أي مشاكل تؤدي إلى بليدنج، عنده أي أدوية ماشي عليها. ماشي، لازم نشوف الكونسرن بتاع العيان، هل هو بيستخدم إيده اليمين بيستخدم إيده الشمال، هل هو محتاج ان الجهاز يكون MRI compatible ولا لا، هيحتاج رنين ولا لا. طيب، لازم العيان يكون free of اي active infection ويكون afebrile على الاقل 24 ساعة قبل تركيب الجهاز. طيب خلاص، احنا خلاص خدنا القرار ان احنا هنركب الجهاز، لازم نحط في دماغنا ان في antibiotic prophylaxis، وده بيتاخد في صورة كيفالوسبورين 1-2 جرام، يتاخد حوالي ساعة قبل الانسجن، أو ممكن نستخدم الفلوكسوسيلين، أو لو العيان عنده خايفين من إن يكون في انفكشن موجودة أو حاجة ممكن نستخدم الفانكومايسين، والفانكومايسين جرعته 15 ميلي جرام بير كي جي ويتاخد من ساعة ونص لساعتين قبل الانسجن. طيب، في نقطة مهمة كمان، لو عيان ماشي على أنتيكواجوليشن، طيب هنعمل إيه في موضوع الأنتيكواجوليشن؟ لازم نبص على العيان ده. لو العيان ده مش روماتيك والشاد فاسك سكور بتاعه مش عالي، يعني اقل من 3، ده نقدر نوقف الانتي كواجيليشن ومش قلقانين. طب العيان اللي هو روماتيك او الشاد فاسك سكور بتاعه عالي، ده مش هنوقف فيه الانتي كواجيليشن، ده احنا هنقلل جرعه الانتي كواجيليشن لحد لما اوصل لاي ان ار يكون اقل من 3 أو أقل من 3.5 لو العيان ده مركب بروستيك ميكانيكال فالف، وأقدر أشتغل عليه من غير ما أعمل بريدجينج بهيبارين، لأنه هما لقوا البريدجينج بتاع الهيبارين بيزود حدوث الهيماتوم. طيب، في حاجة مهمة في الحتة دي، إيه هي؟ لو عيان ماشي على دول أنتي بليتلت سيرب، يعني عيان ماشي على أسبرين وعلى B2Y12 inhibitor زي كلوبيدو جريل أو تيكا جريلول أو برازو جريل، ده هتصرف معاه إزاي؟ رقم واحد، هسأل نفسي سؤال، هل العيان ده لما عمل دعامة كان أكيوت كورونري سيندروم، أو العيان ده عنده هاي ريسك كريتيريا؟ إيه الهاي ريسك كريتيريا في الحتة دي؟ إن العيان ده يكون حاطط ليفت مين ستنت، أو يكون عنده هيفي ثرومبس بيردن، أو يكون مركب أكتر من 3 دعامات، ده الهاي ريسك لو عيان إلكتيف، أو عيان كان أكيوت كورونا سيندروم لما عمل البي سي آي. لو هو مش كده ومركب الدعامات دي من أقل من شهر، أنا هشتغل على الأسبرين وعلى الدول أنتي بليتلت سيرب. إنما لو عدى أكثر من شهر أقدر أوقف الكلوبيدو جريل أو التيكا جريلور واشتغل على أسبرين بس. إنما لو العيان كان أكيوت كورونا سيندروم أو كان عنده هاي ريسك كريتيريا، لا، الوقت هيمتد معايا ليه؟ 6 شهور. لو أقل من 6 شهور هشتغل على الدول أنتي بليتلت سيرب، لو أكتر من 6 شهور
هوقف الكلوبيدو جريل او تيكا جليرول واشتغل على مين؟ على اسبرين بس. يبقى ده على الدول انتي بليتليت ثيرابي. طيب لو العيان ماشي على دايركت اورال انتي كواجليشن زي ريفاروكسابان او الابيكسابان او الكواجلوبان او تمام، دوت القرار فيها هيبقى للاوبريتور. لو الشات فاسك سكور بتاعه اقل من 3 اقدر اوقف الانتي كواجليشن قبل العمل، ولو الشات فاسك سكور بتاعه عالي اقدر اشتغل على الانتي كواجليشن. وتوقيف الانتي كواجليشن في العيان دوت على حسب الجرعه بتتاخد، كل 24 ساعه ولا كل 12 ساعه. يعني مثلا في مثال الريفاروكسابان ده بيتاخد كل 24 ساعه، بوقفه يوم قبل تركيب البيس ميكر وبخليه يشتغل اليوم اللي بعد تركيب البيس ميكر. اما لو بيتاخد كل 12 ساعه تمام، فانا هاخد مش هاخد الجرعه بتاعت بالليل وهقدر اشتغل تاني يوم الصبح. طيب لو عيان بقى بياخد اورال انتي كواجليشن مع الانتي بليتلت، ده هنشتغل فيه ازاي؟ ده هنشتغل عليه، هنكمل على الاورال انتي كواجلانت سواء فيتامين كي انتاجونست او دايركت اورال انتي كواجلانت انهبيتور، ونوقف الانتي بليتلت. اتفقنا؟ طيب خلاص احنا كده دخلنا نركب. مين بقى اللي بيركب البيس ميكر؟ اللي بيركب البيس ميكر ده اللي هو البرايمري اوبريتور، اللي هو حضرتك او حضرتي، اللي هو واحد سبيشالايز. طيب واحنا علشان نقول ان السنتر ده سنتر كويس لازم يكون بيركب اكتر من 50 امبلانت اكتر في الير، يعني يركب اكتر من 50 جهاز في السنه، لان اقل من كده لقوا ان السنتر دوت يبقى فيه هاي كومبليكيشن ريت. طيب ولازم يكون معاه تيم متخصص في القصه دي، عنده القدره على ان هو يتعامل مع الامرجنسي سيتويشن زي حالات تمام التامبونات او البريكارديال افيوجن، فيقدر يعمل كارديوبالمونري ريسوسيتيشن وفي نفس الوقت يعمل بريكارديوسينثيسيس. ولازم يكون معايا هاي كواليتي فلوروسكوبي سواء اوديت اسطره او سي ارم، ولازم يكون معايا نيرس يعني كويسه جدا في الاسترلايزيشن. طيب ايه هي بقى الخطوات بتاعه الليد امبلانتيشن؟ اول خطوه هي الانسيجن والبوكيت كرييشن. After dripping of the skin by بتدين ببدأ أدي العيان اللوكال. جرعة اللوكال غالباً بيبقى 1% ليدوكين، وبتبقى جرعته حوالي 4.5 ميلي جرام بير كي جي، ماكسيمم 300 ميلي جرام. خد بالك من النقطة دي، ساعات كتير لما بتدي لوكال أنستيزيا كبيرة العيان بيخش في نوع من أنواع الزيلوكين، مش هنقول توكسيستي، إفكت من الزيلوكين، العيان يبدأ يدخل في ديليريوم ويبدأ يبقى ساكت كأنه في حالة فازوفيجل وانت تتخض وتترعب. فخد بالك من الحتة دي عشان انت غالبا بتبقى مدي لوكال كتير. ادينا اللوكال، في ناس تقول لك حط استخدم دايما لوكال كونتيننج ابنفرين. ليه؟ علشان الابنفرين بيعمل فازوكونستريكشن وده هيقلل حدوث هيماتوم، ولكن هم لقوا ان الابنفرين كونتيننج لوكال انستيزيا اسوشيتد ووز مور هيماتوم and should be avoided. طيب ثلاثة، لما نيجي نعمل العل العيان ده محتاج deep sedation and general anesthesia، ده بستخدمه في أنهي حالات؟ لو العيان agitated أو أنا هعمل tunneling، يعني مثلا أنا هجيب هركب الليد من ناحية اليمين وأعمل tunneling أو أوصله للناحية الشمال للبوكت الناحية الشمال، فدي بتبقى مؤلمة جدا جدا جدا، وبالتالي ده ممكن يحتاج deep sedation أو general anesthesia. طيب شكل الانسيجن بتاعي هل هو horizontal ولا oblique؟ ممكن أعمل horizontal incision parallel للclavicle، ممكن أعمل oblique incision يبقى extended medial وextending للdelto pectoral groove، ولقوا أن ما فيش أي فرق بينهم في الهيلينج أو الscar. ماشي؟ ماشي. لما أجي أعمل dissection لازم أكون متأكد أن أنا وصلت للsubfascial plane تمام، مش في الاديبوس تيشو، حتى لو كان العيان ده عنده سبكوتينيوس فات كتير. ماشي، يبقى لازم اوصل للسب فاشيال بلين. اتفقنا؟ طيب امتى اعمل سب ماسكولار بوكيت؟ يعني البوكيت تبقى سب ماسكولار، غالبا ده يتعمل لو عيان فيري سن، وبالتالي انا خايف ان انا لو حطيتها فوق المسل يحصل ايروجن او حاجه، وفي عيان حصل له قبل كده
تويدلر سندروم وقعت، ولو انا محتاج اعمل الموضوع ده الكوزميتيك ريزون لو عيان برضو رفيع فمش عايز الجهاز يبقى بارز والشكل يبقى وحش. طيب احنا كده اتكلمنا عن البوكت. طيب السؤال بقى، هل انا بوصل للفين الاول ولا بفتح البوكت الاول؟ دي مدارس. تمام، يعني في ناس تقول لك لا احنا نعمل الانسجن الاول وادخل من جوه من جوه من جوه اجيب الفينس اكسس دوت. ليه الراشونال بتاعهم؟ لان انا استفيد باللوكال اللي انا مديه في الخطوه بتاعه الانسجن والبوكت، لان الخطوه دي بتبقى مؤلمه، فانا هستفيد باللوكال وهو شغال في القصه دي، فهي ايه فالعيان مش هيحس بقلق. طيب في ناس تانية تقول لك لا ما هو ممكن ما اعرفش اجيب الفينس اكسس اصلا، ويبقى بالتالي انا فتحت بوكت على الفاضي. احنا في عين شمس بنجيب الفينس اكسس الاول وبعد كده بنفتح البوكت. طيب لما نيجي نتكلم عن القصه بتاعه الفينس اكسس لازم نحط في دماغنا كذا نقطه. اول خطوه لازم تبقى مستعد ان انت تعمل فينوغرافي، يعني تصور الفين. وبالتالي لو انت حضرتك ركبت ابسيلاترال انترا فينس لاير لاين مثلا في الانتي كيوبيتال فوسه، لو هتركب من الناحيه الشمال دي تبقى حاجه كويسه جدا، ولقوا ان هي ما بتزودش الريسك بتاع الانفكشن. طيب تاني حاجه، لو قدرت تستخدم مايكرو بانكشر كيتس، يعني نيدلز تكون صغيره بواير يكون رفيع، مثلا النيدل العاديه اللي احنا بنستخدمها بيبقى مقاسها 18 بيبقى مقاسها 18، لو قدرت تستخدم ال21 اللي هي اصغر دي بتبقى حاجه كويسه، لان دوت هيقلل الانسيدنس بتاعه الكومبليكيشن. مثلا لو انت دخلت في ارتري او دخلت في حاجه مش هيحصل هيماتوما او هيحصل ارتيريو فينس فيستولا زي اللي بتحصل بالنيدل الكبير. يبقى دول حاجتين تحطهم في دماغك، ان انا ابقى جاهز بابسيلاترال كانيولا او لاين عشان لو احتجت اعمل فينوغرافي، والحاجه الثانيه تمام ان انا ممكن استخدم مايكرو بانكشر كيتس تمام تساعدني في ان ما يحصلش مني كومبليكيشن. ايه هي الاماكن اللي اقدر اركب من اجيب منها فينس اكسس؟ انا عندي ثلاث اماكن معروفين. اول مكان اللي هو الكيفاليك فين، ثاني مكان اللي هو السبكليفيان فين، واساسه الاكزيلاري فين. زي ما احنا عارفين الكيفاليك فين ده فين ماشي في الدلتو بيكتورال جروف، خلاص ما بين الدلتويد مصل والبيكتوراليس مصل، خلاص ده اسمه الكيفاليك فين. زي ما حضرتك باصص معايا في الصوره كده، احنا بنفتح بوكت عند بنفتح انسيجن عند الدلتو فيكتورال جلوف، وبنعمل ديسكشن بلانت ديسكشن لحد ما بشوف بعيني الفين اللي هو الكيفاليك فين. بنجيب تو نوتس، واحده اسمها بروكسمال نوتس او بروكسمال تاي، واحده اسمها ديستال تاي. الديستال تاي يعني ناحيه الارم، خلاص، والبروكسمال تاي يعني ناحية الاسترن، خلاص. يبقى الكيفاليك فين احنا شايفينه بيبقى في الدلتو بيكتورال جروف طالع من ناحية الارم رايح في اتجاه مين؟ في اتجاه الاسترن، خلاص. بنعمل تو تاي، ديستال تاي ناحية الارم، دي بنربطها. طب يعني بربط الفين بعقد، طيب ليه بربطه؟ علشان خاطر الدم اللي طالع من الارم ما يدخلش جوه الفين فما عرفش اشوف اي حاجة. اما البروكسمال تاي دي ما بربطهاش، انا برفع بيها الفين، فبقى المحصله بقى عندي فين مرفوع بالبروكسمال تاي دي ومربوط في الديستال تاي. وبعد كده بنفتح الفين، بنفتح الفين ازاي؟ سواء بسيزر او سكاليبل. فتحت كده عملت فينوتومي، فتحه جوه الفين. من خلال الفتحه اللي جوه الفين زي ما انت شايف في الصوره دي دلوقتي اقدر بكت بتبقى موجوده مع الليد، ناس كتير بتشوفها ما بتبقاش عارفه دي ايه، اللي لونها اصفر اللي باينه في الصوره. برفع الفتحه بتاعه الفين دي، فافتح الاوستيوم الفتحه اللي انا فتحتها واقدر ادخل منها الليد زي ما حضرتك شايف في الصوره. طيب هل في مشكله في موضوع الكيفاليك فينس كات داون ده عشان خاطر اعرف ادخل الفين؟ ساعات الفين بيبقى فيه فالفز من جوه ما تسمحش بدخول الليد. طب اتصرف ازاي؟ ساعتها اقدر ادخل الليد عن طريق شيس، او ادخل الاول هيدروفيليك واير زي الوايرات اللي هي الترومو دي واقدر ادخل عليها الشيس، وبعد كده اقدر ادخل
الليد. طيب السكسس ريت بتاع القصه دي بيوصل لكام؟ لاكثر من 90%، يعني من اكثر من 90% من الحالات بعرف اجيب الفين وبعرف ادخل فيه ليد. طيب هل اقدر ادخل ليد واحد؟ انا اقدر ادخل اب تو 3 ليدز عن طريق الكفالة الكات داون باستخدام الشيس والانتروديوس. طيب في كل فينس اكسس لازم اكون حاطط في دماغي نقطتين او ثلاثة. النقطة الاولانية اخبار البليدنج ايه؟ النقطة الثانية هل في خطورة على الليد؟ النقطة الثالثة هل في خطورة على اللنج ان انا اعمل نيوموثوركس ولا لا؟ يبقى انا لما هختار الفينس اكسس بتاعي انا بفكر في الثلاث نقط دي. بالنسبة للكفالك فينس كات داون ريسك اوف نيوموثوركس مفيش، انت ما حاولتش تعمل اي بانكشر خالص في الموضوع. رقم اتنين اخبار البليدنج ايه؟ البليدنج بتاع الكفالة كات داونز مش مختلف عن السب كليفيان، يعني ولا زيادة رغم ان في فتح وحاجات زي كده ولا لا، يبقى تقريبا البليدنج نوت سيجنيفيكالي ديفرنت عن السب كليفيان اكس. رقم تلاتة هل الليد ممكن يحصل له مشاكل؟ لا، انت داخل في حتة واسعة جدا، فالليد مش هيحصل فيه اي كراش ولا كومبريشن من اي حاجة، تمام؟ وبالتالي مفيش ريسك للليد ديسفونكشن، يبقى ده كفالك فينس كات داون. طيب تاني فينس اكسس عندنا النهارده هو مين؟ السب كليفيان. السب كليفيان هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن فين كان طالع من الدراع اسمه اكزيلري، والاكزيلري دوت مشي ما بين السكند ريب، يعني مشي وبعد كده بقى اكسترا ثوراسيك بارت للسب كليفيان ما بين السكند ريب والفيرست ريب زي ما حضرتك شايف في الصوره. بعد كده لما دخل بعد الفيرست ريب بنسميه الانترا ثوراسيك بارت اوف ذا سب كليفيان فين، اتفق؟ طيب احنا هنتكلم دلوقتي على البنكشر بتاعه الانترا ثوراسيك سب كليفيان. طيب بعرفه ازاي؟ باناتوميكال لاند مارك على الفلوروسكوب. هو بيتعرف ما بين اللور بوردر بتاع الكلافيكل عند الجنكشن ما بين الميديال 2 ثيرد والاوتر 1 ثيرد عند الفيرست ريب. بدخل بالنيدل بتاعتي في اتجاه الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل، خلاص. طيب بيجي معايا الفلو، الموضوع دوت ايه مستو؟ مستو ان السكسس ريت بتاعه عالي حوالي 95%، اقدر اجيب البنكشر بمنتهى السهوله ولا سيامه لو انا عملت ايه فينوغرافي. طيب اخبار النيوموثوركس ايه؟ ده الريسك بتاعه نيوموثوركس 1-2% اوبيشنت ممكن يحصل لهم نيوموثوركس. دي اول مشكله. ليه؟ لان انت بتخش جوه بتبقى داخل ناحيه الايبيكال بارت بتاعه اللنج، فممكن تجيب نيوموثوركس لو ما كانش في حرص. رقم اتنين الليد اللي بيخش في الحته دي بيبقى معرض ان يحصل له كومبريشن ما بين اللور بوردر بتاع الكلافيكل الفيرست ريب، المصل اللي موجوده في الحته دي ممكن تعمل كراشنج للليد، فدي المشكله الثانيه. طيب رقم ثلاثة لو العيان ده ماشي على انتي بليتلت او انتي كواجليشن، العيان ده بيبقى الريسك اوف بليدنج فيه اكتر من اي فينس اكسس ثاني، ماشي؟ في كومبليكيشن رير زي ان يحصل ارتيريو فينس فيستولا او انجري للفرينك نيرف نتيجه اللوكال انستيزيا او انجري للثوراسيك دكت. الصوره اللي قصادنا دي زي ما حضرتك شايف، تمام، بتبين لك ازاي الليد ده حصل مع الوقت كراش نتيجه ما بين الكلافيكل والفيرست ريب والمصل. شايف بقى شكله عامل ازاي؟ كراشنج نتيجه ان السب كليفيان اكسس بتاع الانترا ثوراسيك ده الريسك بتاعه. طيب الاكسترا ثوراسيك بارت بتاع السب كليفيان بنكشر او الاكزيلري فينس بنكشر زي ما حضرتك شايف في الصوره دي، باين في الصوره دي الكلافيكل فيرست ريب سكند ريب. الحته اللي ما بين السكند ريب والفيرست ريب دي بيمشي فيها الفين، ده بسميه اكسترا ثوراسيك سب كليفيان او الاكزيلري فين. طيب لما اجي اجيب البنكشر دي انا بحط في دماغي كذا حاجه. رقم واحد ان انا عايز اعرف الفين، فعارفه اناتوميكال بالفلوروسكوبي، ممكن اجيبه الترا ساوند جايدد، ممكن اعمل فينوغرافي احقن في الكانال اللي انا كنت بتكلم عليها فاشوف الفين. طيب انهي بروجكشن في القسطره يساعدني في القصه دي؟ الكودل 30 او 35،
ابي كودل. طب ليه الكودل؟ لان الكودل لما هجيب الفيو كودل ده هيبين لي، هيبين لي الفيرست ريب والسكند ريب كويس، وهيبين لي البوردر بتاع اللنج، بحيث ان انا وانا داخل تمام ابعد عن البوردر بتاع اللنج فاقلل الريسك بتاع النيوموثوركس. طيب تعالى بقى نتكلم زي ما اتكلمنا. السكسس ريت هنا كام؟ 95%. اخبار الريسك اوف بليدنج تمام زيه زي الكفالك، اقل من السبكليفيان الانتراثوراسيك. ثالث حاجه الريسك بتاع النيوموثوركس تمام اقل من الانتراثوراسيك سبكليفيان تمام، اعلى سنه من الكفالك فينس قدام. ماشي، يبقى هاكد على المعلومه تاني، عشان تجيب الاكزيلري فينس بانكشر كويس استخدم كودل 35 بالفلوروسكوب. ليه؟ لانه بيبين لك الاوتر بوردر كويس بتاع الفيرست ريب، وبيبين لك السبكليفيان سبيس اللي هتخش فيه، والاوت لاين بتاع اللنج، وبالتالي هتقلل الريسك بتاع النيوموثوركس. سوري يا دكتور معلش، هو اي بي كودل؟ اي بي كودل 35. تمام ماشي. طيب هل في مشاكل ممكن نقع فيها اثناء الفينس اكسس، او حاجات تشالنجينج، او حاجات نحاول نعديها؟ اه، خد بال حضرتك ان نسبه اكتر من 75% من اي ان في نسبه، انا اسف، من 26% من اي عيان مركب ليد بيبقى غالبا عنده ستينوزس في الفين. يعني العيان اللي مركب ليد حوالي خمسهم بيبقى عندهم ستينوزس في الفين ده. فلو حضرتك جاي تركب، تعمل ابجريد، تعمل ابجريد او تركب فين تاني، ممكن تلاقي فين مسدود بنسبه 75%. وبالتالي اي عيان هيعمل ابجريد، يعني هركب له ليد تاني وهو مركب ليد اولاني، لازم اعمل له الاول فينوغرافي عن طريق الكانيولا دي، احقن صبغه عشان اتاكد ان الفين ايه كويس ومفتوح ويسمح ان انا ادخل فيه ليد تاني. طيب افرض لقينا في ستينوزس، في حلول؟ اه في حلول، بان انا بدل ما استخدم الواير العادي اللي موجود معايا اللي مع 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 الـ مع, الـ مع البيلاوي او مع الشيس، استخدم هيدروفيليك واير، ده يعدي الدنيا. استخدم شيس يكون لونج شويه عشان خاطر يعدي الحته بتاعه الاوبستراكشن. طيب مش عارف اعدي الحته بتاعه الاوبستراكشن، ممكن اجيب بنكشر ميديال للاستينوزس. طيب في حلول اخرى؟ اه، ان انا اركب ايبيكارديا، او ان انا اعمل البنكشر الناحيه الثانيه واعمل تانلينج. التانلينج ده بيتعمل ازاي؟ عن طريق بروكل وشيست تيوب. عارفين انتوا الشيست تيوب اللي بتحفر في السكن وتدخل الانبوبه كده؟ انت بتعمل زي تانل كده تحت الجلد من قدام الاسترنم كده، وبتعدي فيه الليد بعد ما تجيب البنكشر من الناحيه الثانيه. طيب بص معايا في الصوره دي، ده لاترال فيو، ده لاترال فيو لعيان مركب بيس ميكر. زي ما انت شايف في الصوره دي، انا عندي في الصوره 3 ليد. الليد الاولاني اللي فوق ده في الرايت اتريال ابندج، الليد الثاني اللي تحت ده موجود في الار في ايبكس. حد بقى من اللي معايا يقول لي الليد الثالث ده فين؟ هل من مجيب؟ في الاورطه يا دكتور حسن. في الاورطه ماشي. حد ليه اقتراح اخر؟ طيب كويس. طيب هو مين اللي قال لي في الاورطه؟ انا عبد الله السمان يا دكتور حسن. اهلا دكتور عبد الله. طب هوريك دي صوره لاترا. طب يا ترى لو انا وريتك الصوره دي، دي اي بي فيو انتيرو بوستيرو فيو، هو نفس العيان، ثلاثة ليدز، الاتريال ليد والفنتريكولار ليد باينين، والليد اللي انت قلت عليه في الاورطه اللي هو ناحيه الميديال شويه. لو شفت الاي بي فيو دي تفرق معاك برضو؟ يعني تقدر تقول في الاورطه ولا في حته ثانيه؟ ده كده ممكن الازايجوس يا دكتور حسن. برافو عليك، برافو عليك، في الازايجوس. يبقى انا ممكن عن طريق الغلط بعد ما جبت البنكشر بتاعتي ان انا ادخل في الازايجوس. طب انا اعرف الازايجوس ازاي؟ في الاي بي فيو
الاقيه تمام فوق الرايت مين برونكس، معدي من من فوق الرايت مين برونكس ورايح لورا في اللاترال فيو، يبقى الازايجوس تمام. انا لو دخلت فيه بالغلط ممكن اتلخبط، ممكن ابقى فاكر ان انا في الايتريوم او فاكر ان انا في اي حته، بيبقى معدي من فوق الرايت مين برونكس وفي نفس الوقت داخل بوستيرور في اللاترال فيو. ماشي طيب، في حاجه تانية ممكن اواجهها في الفينس بانكشر؟ نبص في الصوره دي مع بعض. بص حضرتك للصف الفوقاني اللي عليه كلمه A تمام، ده فينوغرافي للرايت سب كليفيان في. حد يقول لي بقى هو شايف ايه في ايه؟ هل من مجيب؟ ألا يوجد مجيب؟ طيب المفروض أنا لما بحن صبغة في الرايت سب كليفيان، الصبغة بتخش من سب كليفيان. نعم؟ هو الكورس بتاع الرايت سب كليفيان عدى الميد لاين وبي في حاجة تانية. طيب يبقى معنى كده ان المفروض اصلا لما انا بحقن صبغه تدخل في الرايت سب كليفيان النومينيت السوبيرور فيناكافا اللي بيبقى دايما موجود في ناحيه مين؟ الرايت. لا ده الصبغه عدت الميد لاين زي ما حضرتك قلت خلاص ونازله في حاجه تانية. ايه الحاجه التانية دي؟ قمنا حقنين الليفت سب كليفيان، بين لك ايه؟ الصبغه ما عدتش الناحيه الثانيه ونزلت في استراكشر مشابه للسوبيرو فيناكافا، بيسموه ايه؟ بيرزيستنت ليفت سوبيرو فيناكافا. اصل في الامبريولوجي تمام احنا بيبقى عندنا رايت سوبيرو فيناكافا وليفت سوبيرو فيناكافا، ومع الوقت مع لما البيبي بيتولد الليفت سوبيرو فيناكافا ده بيرجريس وبيتحول، بيسموه فين اوف مارشال او ليجامنت اوف مارشال اللي بيصب في الكورونري ساينس. نسبة 0.5% من العيانين بيبقى عندهم بيرزيستنت ليفت سوبيرور فيناكافا. البيرزيستنت ليفت سوبيرور فيناكافا ده بيبقى جاي من السب كليفيان داخل بيصب في مين؟ في الكورونري ساينس. جزء منهم ما عندهمش رايت سوبيرور فيناكافا زينا، والجزء الأكبر عندهم رايت سوبيرور فيناكافا. نعمل ايه؟ احنا في المعتاد بنركب ليفت، فلما حضرتك هتخش ليفت وهتلاقي الواير مش معدي الميد لاين تبدا تشك في ان انت حاجه من اتنين، يا دخلت في ارتري سب كليفيان ارتري ودخلت في الاورطه، يا العيان عنده بيرزيستنت ليفت سوبيرو فيناكافا. ايوه هتبان بايه؟ هتبان بالفينوغرافي. ماشي طيب، ايه الحلول بقى في اللحظه دي؟ قدامك حل من اتنين، يا اما هتبص على الناحيه اليمين ولازم تعمل الاول فينوغرافي عشان تتاكد في سوبيرو فيناكافا ولا مفيش، وتبدا تحول العمليه بتاعتك من انت كنت شغال شمال تتشغل يمين، او لو مفيش رايت سوبيرو فيناكافا تبدا تضطر ان انت تشتغل وتتعامل عن طريق البرزستنت ليفت سوبيرو فيناكافا. ازاي؟ زي ما حضرتك شايف في الصوره اللي قصادنا دي، خلاص الصوره رقم بي، خلاص اكبرها حضرتك كده، خلاص الواير داخل من السب كليفيان بيرزيستنت ليفت سوبيرو فيناكافا وخارج من الكورونري ساينس داخل جوه الرايت فينتريكل، وفي واير ثاني داخل جوه الرايت اتريوم. يبقى انا اقدر عن طريق الليفت سوبيرو فيناكافا خلاص اقدر ادخل اركب الليدز بتاعتي عادي خالص، باستخدام ان انا اعمل كيرف كبير للستايلت بتاعي. لما اعمل كيرف كبير للستايلت بتاعي اقدر اخرج من الكوروناري ساينس ادخله جوه مين؟ الرايت فينتريكل. والصوره اللي تحت خالص اللي هي سي دي يا فندم، العيان مركب 3 ليد رايت اتريوم ورايت فينتريكل وفين وبران وتريبيوتري في الكوروناري ساينس سي ار تي. يبقى بيرزيستنت ليفت سوبيرور فيناكافا ممكن تحصل في 0.5% من العيانين، والعيان ده الليفت سوبيرور فيناكافا ده اصلا المفروض يتحول لمارشال فين او المارشال ليجامنت اللي بيدخل جوه الكورونري ساينس. وبالمناسبه
ساعات كتير لما حضرتك تدخل جوه الكورونري ساينس وانت بتركب السي ار تي بتدخل الأسطرة العشرية بتاعتك في الكورونري ساينس، ممكن عن طريق الغلط تخش في الفينوف مارشال ده او الليجمنت اوف مارشال وتبدا تزق عليه حاجاتك وتعمل ديستكشن او برفوريشن. فتاكد من الكورس بتاع الاسطره الاول او قبل ما تدخل اللونج شيز بتاعك او الدليفري سيستم جامد، خد التست بتاعك وانت بره قبل ما تزق ايه حاجاتك وتعمل البرفوريشن. نقدر نحط نستخدم الليفت سوبيرو فينا كافا في ان انا احط الليفت الرايت فينتريكل العادي خالص. ازاي؟ بان انا بعمل لارج كيرف للستايل، تمام. ولو حضرتك حبيت تقلب رايت لازم تتاكد الاول ان العيان عنده سوبيرو فينا كافا رايت عادي بالفينوغرافي قبل ما تروح الناحيه اليمين. طيب دلوقتي احنا خلاص الحمد لله جبنا الفينوس اكسس بتاعنا وبدانا ندخل الليد بتاعنا. هنحط الليد فين؟ لو العيان ده هيركب، بنتكلم احنا مثلا على الدي دي دي، اركب الفينتريكل الاول ولا الاتريوم؟ دائما ومعتادا ان انا بركب الرايت فينتريكل قبل الاتريوم لعده اسباب. اولهم ان انا مش ضامن وانا داخل بركب الرايت فينتريكل والعيان ده عنده اصلا كوندكتيف سيستم ديزيز، تمام، ان انا اخبط اي بندل من البندل بتاعتي وبالتالي ممكن العيان ده يخش في كومبليت هارت بلوك لو هو مش كومبليت هارت بلوك، اتفقنا؟ فلازم يبقى عندي الرايت فينتريكل الموجود الليد عشان لو هعمل بيسنج احتياطي، وطبعا اكون بكون مأمن نفسي بترانزنت واي. رقم اتنين ان ساعات كتير لما بركب الاتريوم الاول واجي ادخل الفينتريكل بيحصل ديسلوجمنت لمين؟ للاتريال ليد. طيب رقم اتنين، ازاي بعرف احط بدخل جوه الفينتريكل؟ عندك طريقتين، يا حضرتك تعمل مانوال كيرف في الستايلت، بتعمل كيرف بايدك للستايلت علشان تقدر تعدي الترايكوزميت فالف خلاص، او ان انت بتسحب الستايلت شويه كده من الليد وتبدا تعمل له بوشنج فيحصل له برولابس جوه الرايت فينتريكل. ماشي، خد بالك من حاجه مهمه، ان انت ممكن تخش وتزق الليد بتاعك وتبقى متاكد ان هو جوه الرايت فينتريكل وفي الاخر يتضح ان انت دخلت جوه الكوروناري ساينس. فلازم تحط في دماغك ان انا ممكن اخش جوه الكوروناري ساينس مش الرايت فينتريكل وانخدع تماما بهذا الكلام. خلاص اتاكد ازاي؟ بحاجتين، ليد جوه الكوروناري ساينس ما بيعملش بي في سيز، ليد جوه الار في بيعمل بي في سيز. ليد جوه الكوروناري ساينس في ال او فيو بيبقى معدي الفيرتيبرال كولم وباشش بوستيرور، انما لو جوه الار في ما بيبقاش معدي مين؟ الفيرتيبرال كولم. يبقى انا هفرق بينهم بالبي في سيز وان انا اجيب ال اي فيو. طيب احط الليد في انهي مكان في الار في؟ ده كلام مهم. انا عندي ثلاث اماكن، بص حضرتك على الصوره دي كويس، عندي ثلاث اماكن اقدر احط فيهم الليد جوه الار في. رقم واحد ذا ار في ايبكس، رقم اتنين ذا ار في سيبتوم، رقم ثلاثة ذا ار في اوت فلو تراك. ماشي، طيب اكتر من 52% من السنسور بتاعت اوروبا بتحط الليد في الار في ايبكس. رقم اتنين بنسبه 38%، تمام، او 40% بيحطوه في السبتوم والباقي بيحطوه في الاماكن الاخرى. طيب ايه الفرق بين كل مكان والاخر؟ طيب انا لازم اعرف ميزه كل مكان، عيب كل مكان، لو في تيبس اند تريكس في كل حاجه. نتكلم الاول عن الار في ايبكس. ايه الميزه اللي فيه؟ الار في ايبكس هو مكان ترابيكيوليتد وبالتالي ده بيخلي الليد لما يدخل فيه يبقى ستيبل، فدي اول ميزه. الميزه الثانيه انها سهله ان انا اقدر احط الليد في الار في اي بس بمجرد ما بوصل للاوت، يعني لما بدخل الار في واحط ستريت ستايلت جوه الليد بيخش في الار في اي بس. دي الميزه. هل من عيوب؟ العيب الاولاني ان المكان ده عرضه اكتر ان يحصل معاه برفوريش. ماشي، هل في عيب ثالث؟ في كونسرن ان مع اللونج تايم خلاص ستيميوليشن للار في ايبكس بس بعيد عن الليفت فينتريكل ده بيعمل اليمنت اوف ديسينكروني وممكن ياثر على الكاردياك فانكشن.
طيب الحاجات المهمه اللي اخد بالي منها وانا بحط في الار في ايبكس حاجتين. واحد ان انا اتاكد من ان انا مش في الكورونري ساينس عن طريق ال او فيو. رقم اتنين ان انا اعمل بيسنج على ارقام عاليه عشان اتاكد ان انا ما عنديش فرينك نيرف ستيميليشن. دي صوره الار في ايبكس اللي هي زي ما احنا شايفين. ده الاي بي فيو, ده الار او فيو, وده ال او فيو بعيد عن الفيرتيبرال كولم من ناحيه. طيب رقم اتنين الار في سبت, دي صورته زي ما حضرتك شايف. ده الاي بي فيو, ده الار او فيو, وده ال ال اي فيو. طيب ايه الميزه حضرتك في الرايت فنتريكولار سيبتوم؟ واحد ان هو لسه ريسك للبرفوريشن بخلاف الايبكس. رقم اتنين ان الكونسرن بتاع الديسينكورني مع الوقت الطويل بتاع البيسنج منطقيا اقل, ولكن هم لقوا ان هي ما تفرقش كتير. الريزلت بتاعت الموضوع دي كانت ايكوفوكال. طب ايه العيوب؟ العيوب ان انا لما باجي اركب في الار في سيبتوم دايما الليد بيخش تريسس كده بتبقى موجوده عند الانتيرور وول بتاعه الفنتريكل في الانتروسيبتال جروف. تعرف ان القلب كده في انتروسيبتال جروف اللي بيمشي فيه ال اي دي, وبوستيروسيبتال جروف اللي بيقابله في اللي بينزل فيه البي دي اي اللي بيقابله بعض بعض عند الايبكس. فانت لما بتحط الليد عند السيبتوم اوتوماتيك بيخش في الريسيس ده غصب عنك. تمام. طب ايه المشكله من القصه دي؟ القصه دي ان انت بعدت خلاص عن السيبتوم, فممكن تعمل ديسينكورني. رقم اتنين ممكن تعمل بيرفوريشن زيه زي الايبكس. رقم تلاتة ممكن تعمل استيميليشن كهرباء تطول اللي ليفت انتيرو ديسيندنج ويحصل مايوكارديال انفاركشن. ده عيب موضوع مين؟ السيبتوم. طيب ايه اعرف ازاي ان انا في السيبتوم؟ حاجتين. لما اجي اركب الليد خد بالك ما ينفعش يركب في السيبتوم غير اكتيف فيكسيشن لان هو بيبقى املس شويه. اتنين عايز تدخل الليد في السيبتوم استخدم كيرفد ستايلت في ثلاثة كيرف. يعني ايه؟ يعني الكيرفين العاديين بتوعك انت العاديين اللي انت بتعملهم في الستايل بتاعتك بايدك, واعمل كيرف ثالث صغير عند التب بتاعه الستايلت بحيث ترشق في الست. خلاص يبقى دول ايه النقطتين المهمين. ثالث حاجه على الفلورو قلل حضرتك عشان تبقى متاكد ان انت في السبتم مش في الريسيس اللي انا قلت لك عليه ده, بترسم مربع كبير متكون من 9 مربعات صغيرين زي اللي احنا بنرسمهم كده في لعبه الاكس او. تمام. التب بتاعه الليد تشاور على المربع اللي في النص. لو ما شاورش على المربع اللي في النص اعرف ان انت مش ناحيه السبتم قوي. ثالث مكان اقدر احط فيه الار في ليد هو الار في اوت فلو تراكت, ولكن هو ده الديفينيشن بتاعه ايه؟ هو حوالي 1 ل 2 سنتي تحت البلمونري. فده مكان صغير قوي الليد فيه ممكن ما يبقاش ستيبل, بس لو ستيبل والقرايات كويسه وما عنديش بدائل اخرى ممكن الجا. طيب الرايت اترال ليد بليسمنت ماشي بيتحط فين؟ بيتحط في الرايت اترال ابندج. ايه الابندج دي؟ ده عباره عن تريانجولار بارت تمام موجود في الانتير لاترال وول بتاع الرايت اتري ماشي. وعلشان هو ترابيكوليتد ده بيساعد الليد ان هو يمسك كويس ماشي. بنركب ازاي؟ بنحط الليد بتاعنا عادي ونحط كيرفد ستايل بري شيب جايلي بيبقى موجود مع الليد. بمجرد ما احطه الكيرف ده بياخد شكل الابندج والليد يثبت فين؟ في الابندج. حاجتين مهمين بقى في الكلام ده. حاول ما تحطش الليد في اللاترال وول سواء بتاعت الابندج او بتاعت الرايت اتري. ليه؟ لان اللاترال وول دي بتبقى سن ومعرضه ان يحصل فيها برفوريشن وبالتالي كاردياك تامبونات. الحيان بيحس بايه لو حصل برفوريشن؟ لو انت اثناء تركيبك في الرايت اتريا بيحس بشارب بين بار استرنال تمام, على الرغم من
ان البارامتر بتاعه القياسات بتبقى كويسه، انما هو عنده بين شديد وبنبقى خايفين ان العيان حصل له بيرفوريشن. طيب حاجه تانية مهمه، لما تحط الليد في الرايت اتريوم حاول تجيب ار اي او فيو ال او فيو، لان دي بتبان في حركه الليد المميزه للابندج ليها اس اللي هي وايند سكرين ويبر، يعني زي مساحه العربيه تلاقي الليد التيب بتاعته بتتحرك زي المساحه بتاعت ايه العربيه. دي بتبان اكتر في الار اي او والال او اكتر من البي اي فيو. ماشي. بعد ما بتطلع الهيليكس بتاعت الستايلت، الهيليكس بتاعت الليد، والليد بيثبت، اتاكد انه ثبت كويس ازاي. الناس بالغلط تقول لك شد الليد شويه شويه يخرج معاك ولا لا، لا ده انت بتسحب الستايلت شويه وتبوش الليد، تمام؟ لو ما اتحركش من مكانه يبقى هو كده ثابت. اخر نقطه مهمه في الرايت اتريال ليد اثناء القياس بعد ما بتركبه، اتاكد ان هو مش جايب حاجه اسمها فار فيلد ار ويف. فار فيلد ار ويف، ايه الفار فيلد ار ويف؟ الليد اللي موجود جوه الرايت اتريوم لو هو قريب من الفنتريكل بيقرا الار ويف، وبيبان عند مين؟ عند المهندس او تكنيكال سبورت اللي بيقراك. لو قاري ار ويف كبيره يعني المهندس شايفها، ده بيعمل مشاكل في البيس ميكر بعد كده. عشان تتجنب ان هو يقرا ار ويف كبيره، خلي الليد يبقى باصص ناحيتك وهو راكب، يعني في الاي بي فيو، تمام؟ في الاي بي فيو تلاقي الليد باصص لقدام، وبيبقى كده راكب في الانتيرور بارت بتاع الرايت اتريال ابيتش. دي صوره لمين؟ للليدز. بص كده في الصوره اللي على اليمين هتلاقي الليد باصص لك في وشك، ده بيمينيمايز الفار فيلد ار ويف. ماشي. طيب نقول هنا بقى كلمة مهمة، تيبس عشان تبقى متأكد ان الليد راكب كويس. في حاجات معينة لازم تعملها لما تيجي تمنابولية الليد والستايلت بالراحة، تبقاش مستعجل، فهمني، وخلي كلامي ده في ودنك لان الكلام ده مهم جدا وانت شغال. بالراحة ما تبقاش مستعجل. رقم اتنين، لما تيجي تزق الليد على وول لازم الستايلت يبقى مشدود من الليد 1-2 سم، ماشي، عشان ده بيقلل البرفوريشن. تلاتة، دايما بعد ما تحط في الاي بي فيو تجيب ار اي او 30 وال او من 40-60 عشان تتاكد من موضوع كورونري ساينس والسيبتوم زي ما اتفقنا. تلاتة، اربعة، انا اسف، لما تيجي تطلع السكرو الهيليكس اللي جوه الليد، خلاص، خلي البارت بتاع الليد اللي بره العيان مفرود. ليه؟ عشان الليد ما يلفش على نفسه والسكرو ده ما يطلع والهيليكس ده ما يطلعش مرة واحدة يعمل مشكلة. اتأكد بعينيك ان الهيليكس طلع اندر فلوروسكوبي، لازم. ماشي. بعد كده تست مع المهندس او تكنيكال سبورت، شوف الكارنت اوف انجري وتأكد ان مفيش فرينك نيرف استيميليشن. ولما حضرتك عايز تتأكد ان الليد ستيبل ما تشدوش، زقه سنة، فلما يتزق سنة هيعمل سليك أو كيرف، فتتأكد كده أنه هو كويس، وخلي العيان ياخد ديب انسبيريشن. خلاص ماشي، اتفقنا. ولما تيجي تحط الكونكتور في الليد يعني جوه البطارية، ما يبقاش فيه بلد على إيدك، لأن ده بيعمل إيه؟ بيعمل اكلوجن لليوم. يبقى دي الحاجات اللي المفروض نعمل اللي ما نعملوش. واحد، إن ما يكونش في إيدك بلد فيقفل اليوم. اتنين، تمام، ما تزقش على الول والستايلت واصل للآخر، تمام، لأن ده ممكن يعمل لك إيه؟ برفوريش. تلاتة، لما تيجي تلف عشان تطلع الهيليكس ما تلفش كتير قوي 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 قوي، لأن ده ممكن يبوظ مين؟ الهيليكس، ويعمل برفوريش. أربعة، ما تخليش البتاع اللي احنا بنسميها المنافلة أو بيسموها بنش أون تول سبين اللي بتلف وبتطلع الهيليكس ترجع عليك كتير، لان ده ممكن يخلي الهيليكس يخش لجوه تاني. ماشي. خلاص كده الليد حطيناه، رايت فينتريكل، رايت اتريوم. يتفضل هنعمل ايه بقى جوه البوكت؟
في الليد. الليد بيبقى عليه what is called sleeve، حاجة بيضة أو شفافة عشان تستخدم في تثبيت الليد. أول حاجة لازم نزق السليف ده لحد الفين عشان نتأكد إن مفيش بليدنج مكان البنكشر. اتنين، باستخدام نون أبزوربابل سوتشر لازم، تمام، هنقفل حوالين السليف، ماشي، طيب، ولازم الغرزة تبقى واصلة للمصل مش للسبكوتينياس فات، حتى لو كان عندي سبكوتينياس فات كتير. الجديد إن في حاجة اسمها أنكورينج نوت. إيه الأنكورينج نوت دي؟ كنا زمان بناخد الغرزة في المصل ونلف، يخرج تخرج الإبرة، نلفها حوالين السليف ونربط. لقوا إن مع الوقت ممكن يحصل حبة تيشو نيكروزس أو شرينكينج والغرزة دي تقوم إيه؟ فكة. فدلوقتي بنستخدم الأنكور نوت عبارة عن بناخد غرزة في المصل الأول ونربطها في المصل، وبعد كده نطلع بقية الخيط ونلفه حوالين السليف. دي أول غرزة. ممكن تاخد غرزتين أو ثلاثة بنفس الشكل، أو الغرزة الثانية والثالثة حوالين السليف بس، مفيش مشكلة. بعد كده ممكن نغسل البوكت بإيريجيشن بسلاين عشان تطلع أي دبرز صغيرة. رقم بعد كده اللينس الزائد من الليد بنلفه، وتأكد إن أنت وبتلفه تمام إن أنت ما شدتش الليد، وبتحطه تحت البطارية، وبعد كده بتحط البطارية الهيدر بتاعها toward the incision عشان ده بيسهل بعد كده لما تيجي تفتح تطلع الايه البطارية. هنقفل البوكت ازاي؟ البوكت بتتقفل into layer، غالبا separate suture، تمام، absorbable suture زي مثلا الفيكريل، خلاص. في كذا طريقه ان انت تقفل بيها السكن، بان انت تستخدم 3-0 ابزوربابل سوتشر تقفل بيها السبكوتينيوس، وبعد كده تاخد 4-0 راننج كده سبكوتيكولار ايه ابزوربابل سوتشر. خلاص الحمد لله كده احنا خلصنا على خير. ايه الحاجات اللي المفروض تعملها للعيان بعد ما يركب اكس راي عشان تطمن على اماكن الليدز وتطمن ان مفيش نيوموثوركس؟ 12 lead ECG عشان تأكد ان هو بيسنج، وقبل العيان ما يخرج تكون حضرتك متطمن على كل البارامتر بتاعت البيسنج والسنسنج. رقم 3، مفيش ايفيدنس اتقالت ان الليميتيشن بتاع الارم موفمنت هيأثر في الديسلوجمنت، عشان كده في الاهرا ريكومنديشن قالوا ان الارم سرينج الارم سلينج مش محتاجينه. احنا كلنا دايما متربيين على ان العيان ما يحركش ايده ويثبت ايده وهكذا، لا، ويركب ارم سلينج يرفع ايده كانها مخلوعه بعد ما يركب البسمي. قالوا الارم سلينج نوت شود بي افويدد. الووتر الوند لازم يبقى مقفول كويس قوي لمده من 2-10 ايام، وفي خلال الفتره دي العيان ما ياخدش شاور الا لو كان حاطط ووتر بروف دريسنج، او مجرد ان هو يمسح الابر بودي بمويست تويل ان ذا مين تايم. انا كده خلصت الليد. امبلانتيشن، ودلوقتي هنبتدي الليد اكستراكشن. هديكم بس يعني 5 دقايق لو حد عايز يسالني على اي حاجه في الليد امبلانتيشن.
أي سؤال يا جماعة؟ نبتدي في الاكستراكشن. هو في حد معايا سامعني اساسا؟ سامعين حضرتك دكتور حسن. طيب ماشي يا باشا. علي ولا مين؟ عبد الله. ماشي عبد الله. والله الظاهر انا وانت بس عبد الله اللي قاعدين. ماشي. طيب دكتور حسن. طيب extraction نبتدي في الاكستراكشن. طيب الاكستراكشن ده يمثل ايه؟ تمام، يمثل ايه؟ ذا دارك سايد اوف ذا كوين. كل عمله في الدنيا كده او كل انسان بيبقى ليه ايه؟ طبيعتين، الطبيعه الحلوه والطبيعه الوحشه. الطبيعه الحلوه ان انت بتنقذ العيان اللي عنده هارت بلوك او برادي كارديا وبتركب له البيس ميكر وبتخرج مبسوط وتطمن اهله وفرحان. انما الحاجه الغم بقى الاكستراكشن، ان انت اصلا توصل لمرحله الاكستراكشن. فاول كلمه مهمه ان احنا مش عايزين نوصل للاكستراكشن. مش عاوزين نوصل للاكستراكشن ازاي؟ بان انت تتبع الخطوات السليمه في الترتيب، التعقيم السليم، التعقيم السليم، مراعاه ان كل خطوه تبقى اسيبتك مفيش اي حاجه، مراعاه ان كل خطوه ما يبقاش فيها انجري الليد، يبقى مش هنحتاج اكستراكشن. طيب لما نيجي نتكلم عن الاكستراكشن لازم أعلم حضرتك حبة ديفينيشن كده ليها علاقة بالإكستراكشن، وبعد كده أفهم حضرتك إيه هي المصايب اللي ممكن تحصل من إكستراكشن، وبعد كده أقول لك إحنا إمتى بنعمل الإكستراكشن وبنعمله فين وإزاي وبإيه. طيب دي صور من واقع الحياة لعيانين مركبين بيس ميكر. خلاص شوف حضرتك البيس ميكر عامل إزاي، طالع كله بالسلوك. معرفش حضراتكم شفتوا صور زي دي قبل كده ولا لا، وفي الصورة التانية ليه طالع. تمام، ودي صورة تانية لبطارية طالعة ليه طالع. أتذكر إن كان في عيانة كانت حاطة الليد بتاعها البطارية بتاعتها كانت قطع الجلد وخارجة والسلك طالع، والست مش عارفة تعمل إيه، جايبة كيس نايلون وحاطة فيه البطارية وحاطة الكيس نايلون ده ربطها في رقبتها وماشية كده تدخل تستحمى وتعيش حياتها. طيب يعني ايه كلمه ليد ريموفال؟ ليد ريموفال يعني انا شلت الليد سواء بيسنج او ديفايبريليتور باي طريقه. يبقى انا لما بكلم حضرتك اقول لك ايه، يلا احنا محتاجين نعمل ليد ريموفال، فتقول لي هو الريموفال ده يعني اكستراكشن، اقول لك اه ريموفال يعني انا شلت الليد باي طريقه. تقول لي طب يعني ايه ليد اكسبلانت؟ ليد اكسبلانت يعني انا شلت الليد بأدوات الحاجات اللي موجودة في تركيب الليد، ما جبتش أي أداة سبيشاليزد في الليد إكستراكشن. يعني عارف حركة الستايلت العادي اللي أنا بركب بيه الليد ده، هو ده الحاجة الوحيدة اللي استخدمتها في إيه؟ في شيل الليد. يبقى ده اسمه ليد إكسبلانت. إنما كلمة ليد إكستراكشن بإن أنا شلت الليد باستخدام أدوات سبيشاليزد in lead extraction. حلو؟ أو شلت ليد مراكب بقاله أكتر من سنة. يبقى lead extraction يعني إيه؟ أنا شلت ليد راكب بقاله أكتر من سنة وغالباً لازم بأدوات specialized in lead extraction. طيب في definition تاني مهم، بروسيدر سكسس، نجاح في العملية. في حاجة اسمها كومبليت وحاجة اسمها بارشل بروسيدر سكسس. كومبليت بروسيدر سكسس يعني أنا نجحت بإن أنا أشيل كل الليدز اللي موجودة اللي أنا داخل أشيلها وما سبتش منها أي حتة. تمام، وما سببتش للعيان أي مشكلة كبيرة أو بعد الشر وفاة. فأنا يبقى انا لو كومبليت بروسيدر سكسس ان انا دخلت شلت كل الليد ما سبتش منها اي حته بدون ما اعمل للعيان اي مشكله
كبيره او لا قدر الله وفاه. طيب طب كلينيكال سكسس يعني انا نجحت في ان انا اشيل كل الليد او ان انا اسيب حته صغيره منها اقل من 4 سنتي لا تسبب اي مشكله للعيان. فيلير ان انا ما عرفتش اشيل الليد او حتى شلت الليد بس سببت للعيان مشكله كبيره تمام تؤدي الى ايه؟ وفاه. يبقى كومبليت بروسيدر سكسس كلينيكال سكسس فيلير. طيب هل العمليه دي ده الحلم السكسس؟ طب الوحش الكومبليكيشن. طيب هل العمليه دي ينتج منها كومبليكيشن؟ الكومبليكيشن بنقسمها لحاجتين اكوردنج تو ذا تايم واكوردنج لنوع الكومبليكيشن. اكوردنج للتايم انا عندي 3 كومبليكيشن: انترا بروسيدر يعني اثناء العمليه من ساعه ما بدات اعمل انسيجن لحد قبل العيان ما يخرج، ودي المشاكل الناتجه عن تمام العمليه نفسها الانستيزيا تمام، دي الحاجات اللي بسميها ايه انترا بروسيدر كومبليكيشن. في حاجه اسمها ايرلي بوست اوبراتيف كومبليكيشن اللي هي اي كومبليكيشن تنتج للمريض من بعد العمليه الاول 30 يوم خلاص. وفي حاجه اسمها ليت بروسيدر ليت بوست بروسيدر كومبليكيشن، يعني ايه؟ يعني اي كومبليكيشن تحصل بعد شهر لمده ايه سنه ماشي. وخد بالك لازم نفرق بين الكومبليكيشن بتاعه الاكستراكشن والكومبليكيشن بتاعه الانديكيشن اوف اكستراكشن. يعني ممكن العيان يكون اصلا مات من ايه من سيبسز وانت مالكش دعوه بالعمليه، يعني العمليه ما عملتش حاجه خالص. طيب الكومبليكيشن برضو بنقسمها لحاجتين: ميجور كومبليكيشن وماينور كومبليكيشن. ميجور كومبليكيشن يعني اي كومبليكيشن ادت الى وفاه او لايف ثريتنينج كونديشن او احتاجت انترفنشنال سيرجيكال ماشي، او ادت الى سيجنيفيكانت ديسابيلتي. يعني بالعربي كده حاجه ادت الى وفاه او احتاجت ان العيان نتدخل في القصه بحاجه سيرجيكال عشان نحل المشكله او نتج عنها ضررا دائم. اما الماينور كومبليكيشن هي اي كومبليكيشن اتعالجت ميديكال وما حصلش لم يترتب عليها مشكله بعد ماشي زي ايه بقى الكومبليكيشن بتاعت الليد اكستراكشن؟ ميجر كومبليكيشن زي ديس كاردييك افالجن، وانا بطلع الليد قطع سوبيرو فيناكافا سبكليفيان تمام رايت فينتريكل تمام كاردييك اند فاسكولار افالجن، وده احتاج سوراكوتومي وحاجات زي كده. بالمونري امبوليزم محتاج سيرجري او ريسبيراتوري ارست من الانستيزيا او ستروك، او انا نقلت الانفكشن كان عيان مركب بيس ميكر في ناحيه يمين وانا بعمل اكستراكشن شمال فانا نقلت الانفكشن للشمال. كل دي ميجر كومبليكيشن. ماينور كومبليكيشن ان فورم اوف افيوجن وتعالج عادي خالص محتاجش سيرجري ولا احتاج حاجه. هيموثوركس او نيموثوركس او هيماتوما بيتعالج بشيست تيوب محتاجش شيست تيوب او حاجه جامده. هيماتوما ارم سويلنج تمام احتاج بلاد ترانسفيوجن حصل له بالمونري امبوليزم بس بسيط محتاجش سيرجري ولا حاجه، يبقى دي الماينور ايه كومبليكيشن. طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه ليد ريموفال، يعني ايه ليد اكستراكشن، يعني ايه كلمه ليد اكسبلانت، وعرفنا يعني ايه بروسيدر سكسس وكلينيكال سكسس وفيلير، وعرفنا يعني ايه كومبليكيشن ايرلي وليت وانترا اوبراتيف، وعرفنا ان في ماينور وفي ميجور. طيب امتى بعمل اكستراكشن؟ في 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 الاهرا كونسنسس اللي هي سنه 2018 عملوا حاجه اسمها الكترا ريجستري. الكترا ريجستري دي شملت حوالي 19 سنتر بحوالي 4000 عيان 3980 حاجه زي كده عيان تمام. لقوا ايه؟ لقوا ان 52% من العيانين دولت بيكون نتيجه انفكشن. نتيجه ايه؟ انفكشن. طيب وعشان نعرف كلمه انفكشن دي في كذا نوع من الانفكشن بيحصل في البيس ميكر. اول نوع اسمه ايه؟ isolated pocket infection، يعني infection في البوكت بس. الانفكشن ده limited لمكان البوكت او واخد الحته بتاعت الليد اللي في البوكت، ودي دايما بتبقى البوكت نفسها فيها sign of inflammation redness warmness flatulence بتطلع discharge تمام tender. blood culture دايما بتبقى negative
ودي تتطلب للإكستراكشن. ولازم تاخد بال حضرتك عشان ما تتخمش تفرق ما بين الايزوليتد بوكيت انفكشن والسوبرفيشال انفكشن في الانسيجن. ساعات الانسيجن نفسه مكان الخيط بيحصل عليه انفكشن، بس الانفكشن ده ليميتد للسكن وحته من السبكوتينيوس تيشو ومش داخل لجوه البطاريه، وده لا يحتاج ليد اكستراكشن. انما البوكيت انفكشن بيبقى فيها ايه؟ يحتاج ليد اكستراكشن. طيب تاني نوع من الانفكشن الايزوليتد بوكيت ايروجن، يعني ايه؟ يعني فتحه في الجلد خلت البطاريه باينه في الشارع او الليد باين في الشارع، ودي ما بيبقاش معاها ساين اوف انفلاميشن ولا ريدنس ولا هوتنس ولا كده. هي ساعات كتير تبقى بريسيدد بايه؟ ديهيسنت، تلاقي الجلد لازق في البطاريه وبقى رفيع وهوب فتح. ماشي. وخد بالك ان اي ايروجن يساوي غالبا انفكشن. ماشي ماشي. البلاد كلتشر بتبقى نيجاتيف، تمام، وممكن العيان ما يكونش بيشتكي من اي حاجه خالص. ثالث نوع من الانفكشن بكتيريميا، تعمل العيان بلاد كلتشر تلاقي معاه ايه؟ بوزيتيف بلاد كلتشر. وممكن العيان دوت يكون بكتيريميا نتيجه فالفولار اندوكاردايتس او ليد اندوكاردايتس، الليد عليه فيجيتيشن، تمام، يبقى الليد نفسه عليه فيجيتيشن ففي فالفولار اندوكاردايتس. ممكن يبقى معاها بوكيت انفكشن كمان في نفس الوقت، يبقى العيان عنده بوكيت انفكشن وفالفولار اندوكاردايتس، وممكن يكون فالفولار اندوكاردايتس من غير بوكيت ايه؟ انفكشن. حلو. وممكن العيان يكون عنده بكتيريميا بس وانت مش شايف اي سبب تاني ليها غير وجود البيسميكر، والبكتيريميا دي تختفي بعد ما البيسميكر ايه؟ يتشال. يبقى اول انديكيشن للليد اكستراكشن كانت الانفكشن، وعرفنا انواع الايه؟ الانفكشن. تاني انديكيشن الكرونيك بين، العيان عنده بين. كل العيانين اللي مركبين بيسميكر يقول لك انا عندي وجع مكان البيسميكر، انا بحس ان هو بيشد، انا احس ان هو عايز يشيل دراعي، انا بحس ان انا عايز اهرش فيه، انا بحس فيه في حرقان. كل ده عادي، ولو ان دي ممكن تبقى نوع من انواع الالرجي لمكونات البسميك. انما في عيان بيبقى عنده بين شديد جدا جدا جدا، لا يستجيب لاي بين كيلر ولا اي ميديكال ولا اي حاجه، تمام، وبيكون الحل النهائي ان انت تشيل البسميك. ماشي ماشي. وساعات كتير بيقولوا ان البين دوت بيبقى سببه ايه؟ انفكشن بس مش بين. ثالث انديكيشن للاكستراكشن ان الليد يعمل مشاكل، يعمل مشاكل زي ايه؟ زي ان يحصل حواليه ثرومبوزس، او ان هو يقفل السوبيرو فينا كافا، يعمل سوبيرو فينا كافا اوبستراكشن، او ان الليد نفسه يكون مكانه مش كويس عامل اريزميا، او ان هو عامل بيرفوريشن، وفي الحاله دي بتحتاج تعمل ليد اكستراكشن. ماشي. ثالث بعد كده في الانديكيشن ان الليد يكون فيه ديسفانكشن، حصل فيه انسوليشن بريك، حصل فيه كراش زي ما احنا كنا شايفين، تمام، وبالتالي خلاص الليد ده مش شغال، فتحتاج ان انت تشيله عشان توسع الفاسكولار سبيس عشان تركب ليد تاني. في حاجه اسمها اباندنت ليد. يعني ايه كلمه اباندنت ليد؟ اباندنت ليد يعني ليد راكب في العيان سواء فانكشنال يعني شغال او مش شغال، بس مش واصل للبطاريه. يعني في عيانين كتير كده تلاقيه مركب ايه؟ ليد ومشايلين البطاريه ومركبين له ليد من الناحيه الثانيه البطاريه. الليد الاباندنت ده ليك الحريه ان انت تشيله او ما تشيلوش على حسب انت عايز توسع الفاسكولار سبيس او مش عايز توسع. اخر انديكيشن، ودي ما كانتش موجوده في الجايد لاينز اللي قبل كده اللي هي كانت سنه 2012، تمام، ان انا اكسس تو ماجنتيك ريزونانت ايمج. الاباندنت ليد، الليد اللي راكب ده اللي مش راكب في بطاريه، يعتبر كونترا انديكيشن للام ار اي ايفن حتى لو كان ام ار اي كونديشن، ودي حاجه غريبه قوي، تمام. وبالتالي لو عيان محتاج ام ار اي وده الانفستيجيشن الوحيد اللي المفروض يتعمل للعيان ده، ساعتها ممكن تحتاج تشيل مين؟ الليد ده. طيب ايه هو الانفايرمنت اللي بنعمل فيها الاكستراكشن؟ لازم تعرف التيم، المكان، ايه الادوات اللي معاك، ولازم تكون جاهز لاي ايمرجنسي. التيم برايمري اوبريتور اللي هو حضرتك او حضرتي، لازم يكون معاك كارديو ثوراسيك سيرجن جاهز من هو يتدخل في حدوث اي كومبليكيشن، لازم يكون معاك انستيزيا
سواء هيعمل ديب سيديشن او جنرال انستيزيا، لازم يكون معاك حد بيعرف يعمل بريكاردوسينسيزيس، لازم يكون معاك حد بيعرف يشغل الفلورو، لازم يبقى معاك سكرابينج نيرس، ولازم يكون معاك حد بيعرف يشتغل ايكو عشان تعرف تشتغل بالايكو. تعمل في اوبريتنج روم وفلوروسكوبي او اوديت قسطره. رقم 2، يكون معاك كل السيرجيكال انسترومنت من اول السكالبل لحد الكارديوبرموني باي باس مع الكارديو ثوراسيك، يكون معاك ادوات مختلفه للاكستراكشن، ويكون معاك ايكو عشان لو احتجته. طيب نتكلم بقى ازاي الاكستراكشن بيتعمل. الابروتش اللي بيستخدم يا اما ترانس فينس يا اما سيرجيكال. الترانس فينس ده اللي بيسموه كلوزد، بان انت بتشيل الليد عن طريق الفين، عن طريق الفين. انما السيرجيكال بيستخدم عن طريق ان انت بتعمل استرنوتمي، ده اوبن اللي بيعمله كارديو مين ثوراسيك. طيب في عندي حاجه اسمها، في حاجه عندي اسمها سوبيرير ابروتش، بان انا اشتغل واشيل الفين من فوق الديافرام، او انفيرير ابروتش بان انا اشتغل من تحت الديافرام. السوبيرير ابروتش ده، الانفيرير ابروتش ده، ان انا بدخل عن طريق الرايت او الليفت فيمورال فين، وابدا استخدم ادواتي من هناك واشيل الليد. السوبيرير ابروتش بينقسم لحاجتين، يا اما حاجه اسمها فينس انتري سايت. يعني ايه؟ يعني من الفين اللي راكب فيه الليد بشيل الليد. يركب منين؟ من السبكليفيان رايت او ليفت. يبقى انا هدخل اشيل الفين، هدخل اشيل الليد عن طريق الرايت او الليفت ايه، سبكليفيان. او حاجه اسمها ترانس جاجولار، عن طريق الرايت جاجولار بدخل اشيل مين؟ الليد. يبقى ده الابروتش. يبقى الابروتش يا اما بيركوتينيس او كلوز او سيرجيكال اوبن، ويا اما سوبر ابروتش فينس انتري من نفس الفين اللي راكب فيه الليد، او ترانس جاجولار، او انفيرير ابروتش. ماشي. ايه هي الادوات اللي انا بستخدمها في الاكستراكشن عشان نبقى خلصنا؟ يا اما سيمبل تراكشن، يا اما حاجه اسمها لوكينج ستايلت، يا اما حاجه اسمها سنيرز، يا اما حاجه اسمها ميكانيكال شيس، يا اما حاجه اسمها باورد شيس. واحده واحده. كان زمان لما عيان بيبقى مركب بيس ميكر وبنحتاج نعمل له اكستراكشن زي الصوره اللي حضرتك شايفها كده، كانوا بيربطوا الليد، يفردوه ويربطوه بحبل، والحبل يحطوا فيه حته حديده من تحت، تقعد تعمل تراكشن 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 على الليد لحد لما يخرج مكان. دي اللي مثل البديل بتاعها بان انا بعمل حاجه اسمها سيمبل تراكشن. ده باستخدام الستايلت العادي خالص بتاعي، بدخله جوه الليد وبعمل تراكشن سيمبل تراكشن. والطريقه دي بتبقى ناجحه في الليدز اللي راكبه قريب، ما عدتش سنه، اكتر من سنه غالبا ما بيطلعش بالسيمبل ايه تراكشن. طيب الفكره بتاعت الليد اكستراكشن مشكلتها في حاجتين. ايه الحاجتين؟ الليد ده بيبقى ماشي في فينس سيستم وواصل لحد الايبكس اوف ظهار، حواليه فايبرس تيشو، فلو حضرتك جيت تشد الليد تمام مش هيعرف يخرج من الفايبرس تيشو، وتكون النتيجه انه ممكن يتقطع. ففكره الليد اكستراكشن بتعتمد على حاجتين، حاجه اسمها تراكشن اند كاونتر تراكشن، بوشنج اند بولينج. يعني ايه؟ يعني حضرتك وانت بتشد الليد لازم يبقى في حاجه ثانيه بتزق عشان تقطع الفايبرس تيشو، ورقم 2 تحافظ على الليد انه ما يتقطعش. ماشي. طيب فانت بالسيمبل بولينج ده انت بتشد، طلع معاك طلع، ما طلعش نبدا نستخدم الادوات الثانيه اللي بتساعدك تعمل تراكشن، وفي نفس الوقت محافظه على قوه الليد واستقامته بحيث انه ما يتقطعش. اول حاجه، حاجه اسمها لوكينج ستايل، اسمه التجاري ليبريتور. ايه اللوكينج ستايل دي؟ زي ما حضرتك شايف كده، هو نوع من انواع الستايلت، في اخره في التب بتاعته شرشره معينه كده، بحيث لما انت بتحط الستايلت ده جوه الليد يجي عند التب، وبعد كده باستخدام زرار معين فيه كده الشرشره دي تفرد بحيث يقفش في الليد من تحت. وبالتالي لما حضرتك تبدا تشد الليد باللوكينج ستايلت، فانت بتشد اللينس كله بتاع الليد مش الحته اللي فوق بس، وبالتالي ما يتقطعش من تحت. يبقى اللوكينج ستايل دي is a special type of traction device designed to hold into the inside of the conductor coil along its length
or near the distal stimulating electrode. وده هيحسن التنسايل بروبرتي بتاعته وprevent elongation of the lead body. طيب دي فكرة الليبريتور. بص ده الستايل هو هو داخل جوه الليد من جوه وبص لما ايه اتفتح وعايز تشيله. طيب افرض بقى في حضرتك ليد ملوش لومن، اليومن بتاعته اتقفلت اتقطعت مش عارف دخل فيها ستايل، او ليد اتقطع من حد زمان فبقى فري فلوتينج بقى جوه مين الرايت اتريم. الحل الحل بان انا استخدم تراكشن ديفايس تاني اسمه سنير. اسمه ايه؟ سنير. اسمها ايه السنير بتاعت ليد اكستراكشن؟ اسمها نيدلز اي. دي عباره عن سنير تستخدم زي ما قلت لحضرتك للفري فلوتينج او اللي ملوش ليومن، ودي ممكن نستخدمها عن طريق شاجولر او فيمر ابروتش. زي ما حضرتك شايف كده دي صوره السنير. السنير بيخش يصطاد الليد وتطلع الانشوطه الثالثه دي، وبعد كده تشد الليد بالسنير جوه الكفر بتاعه زي الصوره اللي باينه دي، فالليد يخش جوه وتبدا تطلع السيستم كله مع بعض. طيب يبقى دي ادوات التراكشن. ادوات مين؟ التراكشن. دي الحاجات اللي تساعدني ان انا اشد الليد. طب ايه الحاجات اللي بتساعدني في الكاوتر تراكشن او ان انا اشيل الفايبرس تيشو؟ اول حاجه ذا ميكانيكال شيس، عباره عن شيس. الشيسز دي معموله من التفلون تمام او البولي بروبايلين تمام او اذر ماتيريال. دي بتستخدم عباره عن بيبقوا شيسين في بعض، واحد رفيع واحد تخين، الاثنين عاملين زي التلسكوب في بعض زي ما حضرتك شايف كده. في منها مقاسات معينه من اول سبعه، من اول سبعه ونص و10 و11 و13 المقاسات بتاعتها. دي بتخش حوالين الليد بتدككها حوالين الليد كده زي المقوار خلاص، وتبدا حضرتك تلفها وتزقها وتعمل بوشنج زي ما حضرتك شايف كده. ده بيقطع الفايبرس تيشو اللي حوالين الليد، يخلي الليد نفسه مفروض يقدر يطلع ايه معاك. طيب الماده اللي معمول منها الشيسات دي ساعات ما تقدرش تقطع الفايبرس تيشو، فاستخدموا بقى حطوا فكره اعلى من كده اسمها باورد شيس. يعني ايه باورد شيس؟ يعني الشيس ده نديله باور. طب ايه مصادر الباور؟ ثلاثه مصادر للباور. اول باور ليزر. يعني ايه ليزر؟ يعني يبقى فيه فايبر اوبتيك ماتيريال بتنقل ليزر يقطع الفايبرس تيشو دي. ادي اول طريقه. الطريقه الثانيه الكترو سيرجيكال، بالالكترو كوتري اللي احنا بنعمل بيه ابليشن ده تمام، كوتري يقطع فين؟ في الفايبرس تيشو تمام. ودول مش موجودين عندنا في مصر. اخر طريقه الميكانيكال. ايه الميكانيكال دي؟ بيسموه الايفوليوشن شيز. زي ما حضرتك شايف في الصوره كده بيبقى شكل المسدس، بيبقى ليه كفر بلاستيك زي الميكانيكال شيس العاديه، ونفسه بيبقى معمول التيب بتاعه من ستانلس تمام نايف، يعني زي السكينه كده. ولما حضرتك بتدوس على الجناد بتاع المسدس ده تبدا السكينه دي تلف وتقطع في الفايبرس تيشو. لما تقطع في الفايبرس تيشو حضرتك بتزق الحته البلاستيكيه اللي قدام دي، تبدا تزق وتقطع كمان معاها في الفايبرس تيشو علشان تقدر تزق حضرتك الشيس دوت او الايفوليوشن شيس من غير ما يعور. يعني تقطع حته تزق البلاستيكه لقدام شويه بعد كده تحصلها واحده واحده. ده شيس في روتيشنال باور ميكانيزم تمام، تقدر تديسربت الفايبروتيك اتاتشمنت تمام عن طريق ان انت لما تدوس على الزناد زي الصوره اللي شايفها كده التيب بتاعته فيها ستانلس يقطع مين الفايبرس تيشو. دي صوره دمويه من واقع الحياة. دي فيها زي ما حضرتك شايف كده الشيس داخل جوه الليد، وهنا وإحنا الطرف بتاع الليد طالع من الشيس بتبقى شده كده بيبقى جواه اللوكينج ستايلت خلاص. ودي صورة للسيستم وهو مفروض، وتبدأ تدوس على الزناد تدخل الشيس لجوه وتبدأ تشد الليد فالليد يطلع معاك. أنا كده خلصت وبشكركم لحسن استماعكم، ولو حد ليه اي سؤال. شكرا يا دكتور حسن. انا دكتوره ميرفت بس دخلت متاخر. دكتوره ميرفت ازي حضرتك؟ معلش ايه الجمال ده شرح لا لا مفيش حاجه. انا بس عايز اقول انت اتكلمت على المخاطر بتاعه الحاجات دي. كل الحاجات دي اتكلمت عليها.
تمام. هو طبعا عايز اقول ان الليد اكستراكشن ده ليه بريباريشنز اكيد حسن قالها، لازم تكون محضر دم العيان فريش في الاوضه، ولازم يكون في سيتنج، لازم يبقى في مستشفى فيها اوبن هارت، ويفضل طبعا ده حسب ما المحاضرين الاجانب كانوا بيقولوا لنا، ان انت تبقى محضر العيان اذا كان حاله طبعا بقى لها سنين، ان انت تكون محضر العيان على السيتنج بتاع الاوبن هارت على طول، اللي هو ايه، اللي هو بيكون متعقم من صدره النص فخده تحت، وان الهارت لونج ماشين تبقى جاهزه، وان الجراح يبقى واقف في الاوضه. هتسالوني عملت دي قبل كده؟ ايوه، من عده سنوات، من اكتر من 10 سنوات، كان في طفله مركبه ديفيبريليتور ليد اي سي دي، وكان في انفكشن، وكان لازم نشيله. الطفله دي كان عندها مثلا 10 سنين، وكان طبعا مخاطر كتيره ان احنا نشيله لها كده. فعملناها في اوضه الاوبن هارت في عين شمس التخصصي، كنت انا دكتور هيثم بدران ودكتور رانيا سمير، ومعانا الجراح واقف في الاوضه، معانا الهارت لونج ماشين موجوده، وحاولنا بدانا البروسيجر، ومعانا الجراح ان احنا نشيل الديفيبريليتور اللي كان متركب الناحيه الشمال من بالسمبل بالتكنيك بتاعنا ده، اللي هي عملنا دخلنا لوكينج ستايلت، وحاولنا بالليبريتورز ان احنا نشيل الديفيبريليت، لكن ما كانش راضي يطلع معانا. وطبعا ده كان كله اندر جنرال انستيزيا في اوضه الاوبن هارت دي، ده اللي انقذ القصه كلها يعني. طبعا في وسط كنا واخدين كونسنت من الاهل ان احنا ممكن نفتحها جراحيا اذا احتاجنا. لما انا ورانيا وهيثم ووصلنا لمرحله لا، الليد طبعا كان معانا الليبريتور برضو، وكان معانا الايفولوشن، وحاولنا ان احنا نطلع الليد بالطريقه دي، لا ما رضيش يطلع. كنا هنستعمل الانشوصه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي النيدل اي، النيدل اي طبعا كان مقاسها كبير جدا على البنت. قلنا نعملها من انترنال جاجولر مكان الليد عشان نشيل من رقبتها. بتوع التخدير قال مستحيل، ده هيفرق على رقبتها، لان هي بتبقى في الجاجولر دي 13 فرنش، وفي الفيمورال 16 فرنش بالظبط. لا اللي كانت عندنا كانت اعتقد الكبيره 16 فرنش يعني. المهم طبعا التخدير قال مستحيل رقبتها، نعمل لك انترنال جاجولر تخش منه بالخازوق ده. في اللحظه دي قررنا لا، لازم الجراحين يتدخلوا بالميديان ستورنوتمي. كنا انا بس خرجت كلمت الاهل، قلت لهم لا احنا في المرحله دي لازم هنفتح اوبن هارت. قال يلا كده، انا كنت واخده موافقه اولاد يعني مكتوبه كله، بس حبيت افهمه. خرج ودخلنا الجراح، راح فتح الاسترنوم، لقينا ايه؟ لقينا الديفيبريليتور ليد معدي من جوه السبت الليفلت اوف ذا تراكاسبيد فالف ولازق فيه. الجراح طبعا سلك ووصل لحد، كان طبعا اندر كل ده بقى، طبعا العيانه بقى اتحطت على الماشين هارت لانج ماشين، واتفتح الاسترنوتومي واتفتح الهارت كانها اوبن هارت بالظبط. ده كل ده بقيه البروسيجر. وراح الجراح فاتح ورانا الديفيبريليتور ليد كان لازق جوه السبت اللي في تراكاسبيد فالف، وده كان السبب انه ما كانش راضي يطلع، لان الماده اللي هي الكويل كان لازم. والمهم ان هو راح مسلك وكل حاجه وطلع لي الليد وقفل، والبنت الريكفري بتاعها كان سريع جدا، وخرجت المستشفى اقل من اسبوع كومبليتلي ريكفرت الحمد لله. فدي الحاله اللي انقذنا بها الموقف. الحالات الاخرى اللي حصل فيها وفيات، ان دي كان في أوائل ما كنا بنشتغل، إن ما تلحقش العيان. ما تلحقش العيان يعني إيه؟ يعني ما كانش في السيت اب بتاع الجراحة، ما كانش الجراح واقف معانا، اللونج ديوريشن اوف ذا ليد، وكان كلها بيس ميكر ليدز اللي حصل فيها الوفيات دي، لونج ديوريشن اوف امبلانتيشن اوف ذا ليد، كل ده خلى إيه؟ الحتة أخطر حتة في الليد اكستراكشن هي الكونكشن ما بين السبير فينا كافا والرايت اتريوم، واللي يكون لازق فيها
دي طبعا من الحتت الخطيره جدا، لان دي اضعف حته في الهارت اللي فيها بيحصل رابتشر للهارت. بس انا حبيت بس اشارك معاكم بالرغم اني دخلت متاخر، لكن قلت برضو لازم تسمعوا الكلام ده، لان الليد اكستراكشن مش من اول مره ومش من تاني مره ومش من عاشر مره، ده بيحتاج ان انت تمارس الموضوع وتساعد فيه وتشوف. والليدز دي بتبقى يعني متبتة في القلب. في حالة كان موسى عرضها، كانت الدكتور رانيا والدكتور هيثم بدران اشتغلوها، ودخلت الدكتورة مي حمد السيد بالسنيرز والحاجات دي، فكان في طفل بس يعني كان اعتقد 15 سنة او 14 سنة حاجة زي كده، وفي الاخر سابوا جزء من الليد، يعني ما كانش توتال ليد اكستراكشن. لما انا اتفرجت معهم على الفيلم، كانت الحالة عرضها موسى، قلت الدكتور رانيا ما ينفعش نسيب جزء من الليد، خاصة ان الجزء اللي متساب كان الانر كويل وكان طاير بقى، لان هم اللي قدروا يطلعوا جزء كبير من الليد، لكن فضل الحتة دي الليد التيب او الكوندكتور او جزء الالكترود لازق في المايوكارديوم، وفاضل معاه جزء من الانر كويل، فده كان فري فلوتينج في الرايت فينتريكل والرايت اتريم. ده طبعا ما ينفعش يتساب، لان هيبقى تروماتايزنج للاندوكارديوم بتاع الهارت، ممكن يعمل انفكتيف اندوكاردايتس. فكان الحل ان الولد بعد ما خلصوا كل حاجه يتبعت جراحه ويتشال، وفعلا كان الجراحه بتاعته دي من يومين او من ثلاثه او حاجه زي كده، واتفتح. كان نفسي انه يتفتح لاترال ثوراكوتومي بدل ما يبقى ميديان ثوراكوتومي، لان دلوقتي الجراحين اللي هي مينيمال انفيسيف، لكن الجراح قال لا، عشان الولد ده كان كومبليت هارت بلوك بوست سبورتك ممبرين او بوست في اس دي، فكان مفتوح قبل كده، فالجراح قال لا مش هينفع. فالمهم انه فتحوا ستينوتمي وشال الليد فعلا، كمل جراحيا، وكان ده هو الحل الامثل للطفل يعني. بس اسئله يا شباب بقى.